النهاردة عندنا أرانب روست، وعندي أرانب وبصل وتوم وجزر وكرفس ورق لورو وحبهان وكرات وطماطم فلفل حار شعرية كسبارة خضراء زعتر طازة ملح وفلفل وزيت ذرة، وعندي سمنة بلدي معرفش هو جيبها لإيه لكن هنستخدمها برضو مع الشعرية. يبقى أنا عندي طاسة على النار سخنة جدا، هنا في ايه؟ بصل وجزر وادي شوية زعتر وادي شوية زعتر ثوم مكعب مرق. طيب نجيب دول كده على جنب، ادي هنا شوية جوز الطيب نضرب بقى دول. لسه هنزودها بشوية شوربة دلوقتي او شوية مية عشان تكمل، وندخل ده الفرن اهو. نجيب دي كده ونديها شوية شوربة